أخبار اليوم. أعطى بعض النصائح ومش عايز أقول نصائح زملاء، لكن أنا بقول إنه في مهنة هي لها رسالة، ولازم تكون من أول ما تلاحظ، ولازم تدركوا إن طريق الصحافة مش طريق صح. الصحفي مطلوب من الراجل العام، حريه الصحافه احد الحريات العامه، وهي حق كل مواطن في التعبير وفي النشر، ونحن مجرد وسائط لهذا الموضوع، لكن هذا ليس حريتنا، بل هي حريه الشعب المصري كله، ولكن لازم تدركوا هذا الامر من اول لحظه، لانكم ليس اهل كبار الاعمال حتى نفكر بمواجهه الموضوع الذي يجب ان ياتي من تعبير عن ضمير هذا الشعب وهذه الامه. واتمنى لكم كل التوفيق وخير شكري للدكتور كل هذا الوسائل وفي عقد الشرف وفي توفيق ان شاء الله. نشكر الدكتور جابر بن نصر اللي كان من القاهره وهو اخ وصديق عزيز. نشكر الدكتور عبد المصطفى وكل فريق مركز تسجيل القدرات على الجهد اللي بيسووه. وبشكر وبحيي كل زملاء المستقبل من الصحفيين والمدربين. نتمنى ان يكونوا اضافه لمهنه هي احتياج حقيقي لشباب ضغطها الى مستقبل افضل. احنا كلنا بنعتز النهارده بدفاعنا هذه القاعه، جزء من تاريخ مصر، هذه القاعه كل زعماء مصر وتشرفوا بانهم يعني القوا خطط منها. وانا بتذكر سنه 68 بعد هزيمه 67 لما صار الشباب وكافه مقدمتهم طلاب جامعه القاهره بعد الاحكام التي صدرت للمسؤولين عن هزيمه يوليو، وراح الشباب ان هذه الاحكام غير يعني كافيه او هزيمه، فصار الشباب وطلب الثوره في جامعه القاهره وادى الى بيت الجامعات الاخرى، وقال جمال عبد الناصر الذي شرف هذه القاعه اكثر من 15 مره عندما استمع الى وجهه نظر الشباب، قال الشباب على حق، نحن على خطا والشباب على حق. جمال عبد الناصر اللي كان بيحاول يغير البلد كان بيدرك انه المستقبل هذه البلد هو الشباب، واي صراع مع الشباب هو صراع مع المستقبل، ولا يمكن لاي زعيم انه يعد وزر الخيار. كان جمال عبد الناصر يدرك ان هناك الشباب السائر ضد الهزيمه هو الذي سيحقق النصر، وفعلا كان عنده نظره صادقه لان مؤلف الشباب عندما كملوا وذهبوا الى كافيهات القتال في بعضهم كان اكثر من 7 سنوات الى ان تحقق نصر اكتوبر 73. فعشان كده انا يعني الوجود في هذا المكان بيألف فيه الذكريات. كمان الدكتور بدر جاب هذا الصار فكرني في ازمه الحروب 93 سنه 95، ولازم شبابنا من الصحفيين يدركوا انهم بيهتموا بالمنطقه، ده تاريخ كبير. احنا ما زلنا بنحتفل هذا العام اليومين بس يكون 75 سنه على انشاء هذه المنطقه، وقبل 75 سنه دول كان في 50 سنه لاجل انشاء هذا الخيار للدفاع عن حقوق الصحفيين وعن حقوق المهنه. اثبت حروب 93 سنه 95 كانت احد المعارك الكبرى اللي انتصرت فيها ليست الجماعه الصحفيه، بل انتصر فيها الشعب المصري كله، وتصدر
ربط الرجال على حدود الصحافه، وانا بتذكر انه اول مره في تاريخ الدكتور صار او مش تمام متذكر ولا لا، كنا في لقاء في حوار تلفزيوني على التفاعل مع ازمه حروب 93، وبدا في الاستوديو احد اساتذه القانون شاب صغير لسه حصل على البطوله من سنوات قليله جدا ومن جامعه القاهره، وفي الفتره دي احنا كنا بنتحسس ان بعض اساتذه القانون لما كانوا بيواجهونا كانت احيانا بيواجهونا لتغيير بعض المتغيرات الدوله، ففي اتجاه هذا الجانب ان انا اكون شخص يدافع عن حريه التعبير وحريه الصحافه اكثر منكم درجه الصدمه شديده، لقيت ان انا قاعد وجايب نفس الكلام، يعني هو انضرب وانا قاعد اتفرج عليه، وصارت صداقه متينه لمعرفه وجد الملك نصار ظلم رفض ظهور الدفاع عن حريه التعبير وحريه الصحافه، واستمر المشوار دول طويل تعزز في توقيته اثناء الدستور 2014 هو دماغه مشرف اثناء المحاضره الاولى في الدستور بتاع الاخوان، لانه كان موجود في اللجنه وانه رفض اشياء كثيره ادت الانسحاب من اللجنه، لكن في المره الاخيره القانون 2014 كان الدكتور بدر بدر صار بدر بيضاء في دعم حريه التعبير وحريه الصحافه، واتذكر ان في اتصالات بينا في النص على إلغاء الحبس أو إلغاء القرارات السابقة للقانون إلغاء الرشوة، كان في نص بيتكلم عن عدد ثلاث أبواب، فكان النص بيقول عدد أبواب واحد اثنين ثلاثة، فعدد مفهوم الرقاش ده كان تعني إن الحبس وجوهي وحكم دستوري، وكان الأمر كان يتم تهديده كان صوت الدكتور خالد نصار وهو راجل قانون ورجل دستور وداعي طويل، ف في مناقشه استطاع عبوده ولكن موقفه اداء حريه الصحافه وحريه التعبير انه كان النص اما الدوائر واحد اثنين ثلاثه ف تطلق عبودها للمشارع، فاصبح المشارع ممكن يحط فيها الحبس ويحط فيها الدوام، لكن هذا النص ما خلاش حبس وجوهي في ثلاث مواد زي ما كان في نص النص الاولاني. انا بحب دكتور بدر بن بدر صادق على المفهوم بتاعه في حريه الصحافه وحريه التعبير. وبحييه على المواقف الشجاعه في رئاسه وزير الجامعه، الجامعه اللي رأس رموز عظيمه في تاريخ مصر من طه حبوب السيد طه حسين وغيره كثير، بدر بن بدر صادق اختار الطريق الصعب، ولكن هو الطريق الوحيد لعودة هذه الجامعة إلى صدر عداها مرة أخرى. اختار الطريق الصعب، وأنا أحيانا كنت برشق عليه لأن المناهج أحيانا ما بتبقاش يساعد في الجامعة السريع وياخد الطريق يعني ما يعملوش صداع، لكن بدأ الصدر تعامل على أساس إن هو صاحب رسالة وإن هو طريق الجامعة القاهرة مكانتها الحقيقية، فضغط على مشروب جديد وما زال حتى الآن، وهو يستحق مش تهنئتي أنا أو تحيتي أنا، لكن تحيه الشعب المصري كله، لأن فعلا آثار دولة الدولة السابقة والأولياء اللي كانت القاهرة بدأت تظهر تاخد الظهور بدل ما كان بجامعة القاهرة يعني كانت الأرض يتنبؤ بالمشاكل، ف يعني حلوه جميله وجميله جدا. اللي تعاون بين جامعه القاهره وبين نقابه الصحفيين في عهد الدكتور بدر نصار، واعتقد ان هو شيء يعني طبيعي ومش عايز اقول ان هو اخر، لكن نتعاون بفتره مش قصيرة، وبقول إنه المسألة التدريبية مسألة مهمة وحيوية، وبقول إنه في الصحافة وفي الإعلام وفي الميديا بشكل عام
أصبح التدريب جزء من تكوين الأمانة أو صحفي، ولكن مش مجرد هو تدريب الدخول إلى الإدارة بجانب الإرتباط وكل المراحل تطور صحفي في حصول على دورات يكاد يكون ملازم للعالم الجديد جدا. وعشان كده احنا يعني بصدد الاتفاق على عقد بروتوكول تعاون بين نطاق الصحفيين ومجلس القاهره في كل ما يتعلق بتطوير الجامعه بين دورات تدريبيه ولغات وغيرها من التجربات الدوله في مجلس القاهره. ان شاء الله يعني نعقد نسبه البروتوكول ومجلس التدريب. انا بقول ان شاء الله يوافق بخطه في القرار الانتهاء من مركز صناعه التدريب الطلبه على القرار الطلبه بالكامل. ان شاء الله يكون في اربع تقنيات للتدريب سواء للاطفال او للمؤسسات الصحفيه. انا مش عايز زي ما قلت في المقطع ان انا اشكر جامعه القاهره والدكتور بدر الصاد لانه النقابه عندما كانت تحتفل بهذا الناس كان هناك اقتراح انه يبقى في كليه الاعمال في جامعه القاهره واحد يخص الراي العام تعمل بالمناسبه دي الاتفاق مع النقابه على استطلاع راي حوالين ماذا تريد الجمهور من الصحافه وكيف تراها وتقييم الصحف و استطلاع عشان اطلاق كل المحافظات القاهره كان تكلفته كبيره وتكلفته الدكتور بدر الصاد في هذا الامر فقال انه ستتكلف جامعه القاهره بتكلفه هذا الاستطلاع دعما لاحتفال نقابه الصحفيين باليوم الدراسي وقتال بالفعل النقابه لم تتكلم بمواجهه ودفع مبلغ كبير مش عايز اقول رقم او عليه لكن هو مبلغ كبير بالفعل هو الحقيقه برضه بيقول عن الشغل وبحيل عن التطور. بشكر كليه الامانه بعد القاهره الدكتور الشباب المسلم عن كليه الاعداد وكل الاساتذه والدكاتره المشرفين على هذه الخصوص مع العام لان الحقيقه نتائج هذا البحث تم اعلامه في مدير الناس لكن هو تصريح ما زال الحقيقه متابعه بعد ما يتم نتائج تحليل التفاصيل حتى تصريح خلال الكلام للزياره اللي اعتقد انه جهد مشهور ومهم. اتمنى ان شاء الله الوفاء لكم وكلكم ان شاء الله يعني تعرفين في التدقيق اكيد عرضوا عليها اتمنى ان شاء الله جميعا تجتازوها وزي ما قلت لكم